طيب عشان اعمل اغير الباسورد بتاع الراوتر بفتح البراوزر بتاعي اللي هو جوجل كروم مثلا او فايرفوكس على حسب انا منزله ايه. لو فرضنا مثلا انا منزله جوجل كروم بفتح نيو تاب بكتب فيها واحد نقطة واحد نقطة، يعني بكتب الرقم ده تمام، واحد نقطة واحد نقطة 168 نقطة 192 واعمل انتر. المفروض يظهر لي صفحة زي كده بكتب فيها اليوزر نيم والباسورد بتاع الراوتر بتاعي اللي هي بتاعت الحاجة اللي بتثبت ان الراوتر ده بتاعي اصلا. يعني احنا دلوقتي عايزين نحط كلمة سر الراوتر، فهل اي حد ماشي في الشارع كده يحط كلمة سر؟ لا، لازم صاحب الراوتر هو اللي يحط باسورد. طب انا اعرف منين صاحب الباسورد؟ صاحب الراوتر بحط اليوزر نيم والباسورد اللي بتثبت ان انا صاحب الراوتر. طبعا المفروض الباسورد دي او اليوزر نيم والباسورد دول تبقى احنا عارفينهم، دول باسورد ما لهمش علاقة خالص بالباسورد بتاع الراوتر، ده الباسورد بتاع الحساب. فبتدخل الباسورد اللي انت عارفها بتاعتك والمفروض بتعمل لوج ان. في بعض الاحيان في ناس ما بتبقاش عارفة اليوزر نيم والباسورد بتوعها، ممكن تكتب في اليوزر نيم ادمن وفي الباسورد ادمن برضه اي دي ام اي ان بالسمول برضه خلاص. وطبعا لو واجهتك مشاكل اللي انت مش عارف الباسورد دي تضطر طبعا تتصل بخدمة عملاء، لان دي حاجه الحاجه اللي تثبت ان الراوتر بتاعك، يعني الباسورد دي المفروض معاك انت بس. طيب بتك على لوج ان وبعدين بختار لوكال نتورك بعدين بختار وين. طبعا نلاحظ ان الشاشه دي خاصه بالراوتر الجديد، الراوتر اللي هو الاسود، في راوتر قديم كده كان ابيض، دلوقتي انا بتكلم عن الراوتر الاسود اللي هو الجديد. فهتلاقي الكونفيجريشن او شكل الحاجات اللي بتظهر لك بتبقى المنظر ده. اتكيت على لوكال نتورك وبعد اتكيت على وين، اتكي على اخر حاجه اللي هي تحت دي تمام. طبعا هتلاحظ ان انا في اكتر من حاجه هنا، هتلاحظ في واحده اون واحده اوف واحده اون واحده اوف، هروح على الحاجات اللي هي اون. وطبعا ده بغير هنا اسم كلمه، بغير هنا النتورك بتاعتك بتخليها ده اسمها وبتخليها مخفيه، وتحاول تغير الباسورد تكتب اي حاجه، وبعد ما تخلص تكتب ايه ابلاي ماشي. طبعا انا مش عايز اغير الباسورد بتاعتي فاتك كنسل تمام. وبعد كده انزل على الحاجه الثانيه اللي هي اون اللي هي النتورك الثانيه اللي هي 5 جيجا، برضه اغير اسم النتورك بتاعتي عادي اخليها هايد. وبختار باسورد معينه وبكتب الباسورد اللي انا عايزاه. طب انا عايز تعرف انت الباسورد اللي دخلتها كانت ايه، بكتب مثلا انا كده فبعمل شو باسورد، يبقى انا اتكيت دي الباسورد بتاعتي مثلا كده خلاص. وبعدين تعمل كده عادي. بس دي ازاي بغير الباسورد بتاع الراوتر بتاعي، والمفروض في الاخر تتك ابلاي وانا هتك كنسل عشان انا مش عايز اغير الباسورد. انا بس ببين الفيديو بشرح فيديو، يعني الثلاثه دي بتعبر عن انت عايز كم شخص يدخل معاك على النتورك بتاعتك. ممكن البيت نفسه يكون فيه 10 اجهزه كمبيوتر مثلا، كمبيوتر وتليفون ولابتوب وي، فانت مش عايز كل الاجهزه دي تدخل، انت عايز ثلاثه بس، فبتكتب هنا ثلاثه، عايز 10 برضه بتكتب 10 عادي، في الاخر بتعمل ابلود ماشي. بس دي هي ازاي اغير الباسورد بتاع الايه الراوتر. فلازم تبقى عارف اليوزر نيم والباسورد اللي بيدخلوك على الراوتر اللي انت من خلالهم بتثبت ان انت صاحب الراوتر، وبعد كده بتبدا تدخل على لوكال نتورك وين تمام.